أعمال مصرية بيرجعوا. أنا هقطع كلامك ثانية واحدة بس، معلش أنا آسف يا رني. دكتور حمدي أنا معلش دكتور حمدي، أنا بشوف أول ما حملت الثورة الليبية وابتدت تشم نفسها، فرنسا رايحة وأمريكا رايحة ومصر المفروض عمال رايحين والبتاع، تونس عمالين ناس رايحة يعني، وعندهم عارفين هم عايزين يروحوا يستثمروا في ايه، وان احنا عمالين نشجعهم وتعالوا، احنا ليه عمالين نطفش الناس اللي جايين تستثمروا عندنا؟ والله طبعا المشكلة عندنا هي الانفلات الامني وضعف الحكومة وضعف السلطة المسيطرة على البلاد، ان هي مش حازمة في ضبط الشارع المصري ومواقع العمل والانتاج وده طبيعي انه يلي اي مستثمر ده يخلي السياحه تخاف وما تجيش، المستثمر نفس الحكايه يخاف وما يجيش، لانه لك مش عارف بكره في ايه. هل هيبقى في تراجع عن الحوافز عن الضرائب عن الحاجات عن دكتور ما هو المميزة. ليبيا برضو وتونس ليبيا عندهم مشاكل برضو، ليبيا لا يعني ليبيا بقول لك ايه، بقول لك النهارده الحسابات المجمده اللي بره بتاع القذافي اللي كانت مجمده في امريكا واوروبا والحاجات دي هيفرجوا عنها. هتعمل ايه بقى المجلس الانتقالي اللي عندهم؟ هيشغل اعاده اعمار. فبيقول لك والله الناتو دول ساعدونا بالطيران والسلاح لديهم اولويه والشركات بتاعتهم تيجي تشتغل. المصريين ساعدونا الناس اللي هم المقيمين هناك هنديهم برضه، بس يشتغلوا في المقاولات يشتغلوا في الزراعه يشتغلوا في انشطه اخرى. تونس برضه كجاره وعانت هيبقى لهم برضه فرصه. في النهارده كله بيقول لك اخد نصيب من الكعكه بالظبط اللي هي بتاعت اعاده الاعمار بإعادة البناء بعد حقبة القذافي. ده احنا عندنا كعكة بقى مش موجودة في أي بلد عربي في الشرق الأوسط. عندك 80 مليون شخص مصري بيستثمر وبياكل وبيشرب يعني احنا المفروض أولى. ما هو فعلا زي ما احنا دائما بنقول الثورة لم تصل إلى الاقتصاد. بكل تركيزنا على الانتخابات وعلى السياسة والحاجات دي مهمة ما حدش قال حاجة، بس أيضا الاقتصاد ده المعيشة. لابد ان يبقى انا عندي رؤية اقتصادية واضحة، ولابد يبقى في خطوات سريعة. مش النهاردة يعني، امبارح المجلس الاجور والاسعار والمجلس القومي للاجور يجتمع ويقول هنعمل حد ادنى وحد اقصى. طب فين هو؟ يقول لك اتفقنا على المبدأ. بقى كل الاجتماع ده عشان تقول اتفقنا على المبدأ؟ طب حضرتك طب دكتور حمدي حضرتك كخبير كم هو ما قالش يقول لك لسه هندرس. امال المجتمعين بتعملوا ايه؟ طيب دكتور حمدي حضرتك دلوقتي كخبير اقتصادي قبل وقت فقرتنا ما ينتهي، حضرتك شايف ايه؟ يعني ايه الصوره اللي حضرتك شايفها؟ ايه المقترحات اللي حضرتك شايفها؟ ايه الخطوات اللي حضرتك تقولها لنا؟ يعني عرفنا اكتر. والله في عدد كبير من الخطوات مطلوبه، بس هي كلها منوطه بالامن والامان والاستقرار. طيب ايه هي الخطوات؟ لازم اعمل ضريبه تصاعديه عشان اجيب موارد واقلل العجز واقلل الديون اللي احنا بنتكلم عليها. يعني الوزير الماليه السابق عمل شريحه جديده 20 بدل 20% خليها 25%. ده مش كفايه، انا لازم يبقى عندي تصاعد زي الدول الثانيه اصل الى 55%. بس انا كمان بس لازم اشوف النتيجه عشان اقدر ادفع الضريبه. ما هو لازم على الارباح، اصل الضريبه على الارباح مش على اي حاجه. يعني اللي بيخسر ما يدفعش. فده حاجه. الحاجه الثانيه ايضا ان انا بعمل يعني لو عملت الحد الأقصى بوفر وفرات من المبالغ الكبيرة اللي بتتاخد من البند الأجور والمرتبات والحوافز والمكافآت في خزينة الدولة والمحليات والهيئات وكلام، هيبقى وفرات للموازنة تقلل العجز في الموازنة وتقلل الديون. لو أنا عملت تفاوض مع المتأخرين في سداد الضرائب اللي عليها منازعات قضائية 50 مليار جنيه مصري، ممكن احصل حتى ولو تلتينهم. لو انا حصلت منهم مثلا 30 ولا 35 مليار هينفعوني في عجز الموازنه طبعا اقلل الديون. لو انا جيت على الاقتصاد الموازي اللي هو غير مسجل في الحسابات القوميه وقلت له هسجلك واديك فتره سماح وبعدين تدفع الضريبه، لو انا عدلت بسرعه قانون الضريبه العقاريه وشلت السكن الخاص وقلت معفي اللي هو عليه مشاكل والباقي يدفع وابدا احصل قانون الضريبه العقاريه هيجيب لي مليار ونص كل سنه. ده برضه حاجه كويسه. لو انا ايضا عملت بقى اعاده هيكله للموازنه، خدت من دعم الاغنياء بتاع الطاقه للمصانع والمحتكرين ودعم الصادرات والكلام ده كله وديته للفقراء وللمعاشات وللتعليم وللصحه والحاجات دي كلها، يبقى انا بعمل عداله اجتماعيه. طب ليه بيتقال انه التمويل الداخلي عبء؟ يعني ليه التمويل الداخلي عبء على الموازنه دكتور؟ ما هو عشان الفوائد، لان احنا بندفع حاليا 110 مليار جنيه في كل سنه من ضمن النفقات لخدمه الدين. ده في حد ذاته بيزود العجز في الموازنه.
يعني يبقى نتيجه وسبب، نتيجه وسبب، وهكذا كل سنه احط اقساط وفوائد في اليمين تعمل لي عجز لان الموارد اللي في الشمال قليله وعماله تقل بسبب الظروف الراهنه. النهارده لما بيحصل عندي افلاس شركات 235% عن السنه اللي فاتت حسب الاحصاءات الرسميه، ما هو دول مش هيدفعوا ضرايب، دول فلسوا قفلوا مفيش ضرايب. لما الشركات اللي ما عندهاش شغل وارباحها نزلت او بتخسر مش هيدفع ضرايب. لما ما فيش مشروعات جديده جايه ما فيش ضرائب، وبالتالي كل ده دخل لخزينه الدوله. فالضرائب، الجمارك، المبيعات، الحاجات دي كلها بتقل. الفوائد اللي هي بتروح لخزينه الدوله باعتبارها مالكه، زي مثلا هيئه القناه البترول، هيئه البترول، هيئه البنك المركزي والبنوك العامه، لما ايراداتها بتقل بتقلل اللي تديه لخزينه الدوله. فبنلاقي الموارد طبعا كل ما بتنخفض وجانب المنافقات بيزيد لان عندي زياده في الاسعار كل سنه، وكل الناس بقى بتطالب بمطالب فئويه. يعني بند المرتبات والاجور اذا كانت الموازنه عامله حسابها على مبلغ معين، لما تيجي تعمل الحساب الختامي بقى في نهايه السنه يطلع اكتر منه بكتير، لان عملوا 200% للمعلمين مثلا، بيعملوا زيادات لباقي الفئات، الاطباء اللي مش عارف، المدرسين مش عارف ايه، كل ده الفئات المختلفه اللي بتطالب بزيادات، لما تستجيب لها الحكومه بتزود المصروفات فيطلع الحساب الختامي اعلى بكتير من المقدر. دكتور يعني ايه، احنا خلاص ناقص لنا دقيقتين تقريبا. دكتور يعني ايه مصر احتمال تفلس؟ غير وارد على الاطلاق. طب التصريحات اللي بتتقال في الجرايد وفي اليومين دول لسه قاريها النهارده في الاخبار احتمال ولكن بعد يعني الوزير الماليه نفسه ابتدى يقول يا جماعه انا في الاول، في اول الثوره كنا احنا عاملين نقول ما فيش مشكله و وهناخد من المخزون او الاحتياطي دلوقتي احنا وصلنا لانهي منطقه؟ شو اقول لحضرتك، يعني لازم نعرف ما هو الافلاس عشان نقول هنفلس ولا لا. فلو انا فرد او دوله هفلس لما يجي الديانة يقفوا على دماغي ويقول لي هات فلوسنا، اقول لهم ما عنديش. هيقول لي بس نعملك بروتستو، يعني انت توقفت عن الدفع ونحجز على ممتلكاتك. هل ده اللي حصل في اليونان؟ لا، اليونان الاتحاد الاوروبي شالها. طيب تمام، شالها الاتحاد الاوروبي وعمل اتفاق مع صندوق النقد مع انه هيشيل العوامه من تحت، يعني هو عضو في الاتحاد ويهمه ينقذه عشان ينقذ باقي الدول. نرجع تاني لمصر. اتفضل. مصر طبعا هنا احنا ما وصلناش لهذه الدرجه، بمعنى ان احنا ما زال عندنا احتياطي 25 مليار دولار في البنك المركزي وقابل للزياده، لان احنا برضو لما بيحصل زياده في اسعار البترول بتخش عندنا في الاحتياطي، احنا بنصدر. ولما بيجي لنا شركات عامله في البحث والتنقيب عن البترول من بريطانيا قالت هجيب 11 مليار يورو هتعمل استثمارات، ده بيخش في الاحتياطي. فالعمليه مش واقفه 100%، يعني مش واقفين خلاص، لا، في استثمارات بتيجي. الاحصائيات اللي طالعه النهارده بتاع مركز معلومات في استثمارات من السعوديه زادت عن السنه اللي فاتت بحضرتك. اذا الاستثمارات في جزء منها بيجي بس مش بالمعدلات اللي كانت موجوده قبل كده. نعم. ففي تدفق بيجي. فاذا لو جاني قسط لدين اجنبي هدفعه في ميعاد استحقاقه، كويس، ما فيش مشكلة. الدين الداخلي برضه هدفعه في ميعاد استحقاقه، لأنه مش كله هيدفع مرة واحدة زي ما قلنا. إذا غير وارد إن يبقى في إفلاس لمصر على الإطلاق. بعض الناس بقى ممكن يكون من نوع التخويف أو عشان الوقفات الاحتجاجية، عشان الإضرابات، عشان يعني كنوع من التحذير. لأن هؤلاء الناس حان وقت العمل، أنتوا النهاردة بالظبط عايزين إنتاج. أنتوا بتقولوا مش هنشتغل، وعايزين تحسبوا لنا اليوم ده يوم عمل، وعايزين كمان زيادة، وما فيش شغل. ده تناقض هنا. نعم. مش ممكن طبعا دولة يبقى بالشكل ده. لازم يبقى فيه حسم. وبعدين لازم ما اسمحش ان الحاجات دي تتفاقم قبل ما تحصل. في حاجة اسمها انذار مبكر. نعم. لازم نعرف الناس بتشتكي من ايه ونقعد معاهم قبل ما يعتصموا، قبل ما يعملوا اضراب، ونقول لهم في امل ان نحسن احوالكم ونتفق على جدول زمني. لكن لو انا يعني تجاهلتهم وما سألتش زي ما كان بيحصل في النظام البائد، يبقى معنى كده هيروحوا يقول لك طب نقف لهم بقى اعتصام، نضرب عن الطعام، نقطع الطريق، نقطع السكة الحديد. طب ما هو انت كده بتضر البلد. بس هم يقول لك ما حد سأل فينا. فحوار
والتفاوض هو بيوصل لنتيجه افضل بالظبط، افضل الطرق اللي توصل لنتيجه. 25 مليار ده الاحتياطي اللي عندنا حضرتك بالظبط كده دولار بالدولار. ومن حوالي 5 6 اشهر كان عندنا قد ايه؟ والله كان فقدنا يعني كان عندنا الاحتياطي في يناير كان 36 مليار دولار. بعد كده انخفض لحوالي 27 من حوالي 3 4 اشهر زي ما سيادتك قلت. طب وهل هنستمر ناخد منه؟ انخفض ليه؟ لان طبعا التدفق اللي جاي قليل بس المدفوعات اللي بتطلع كتيرة عشان الواردات كتيرة أكتر من حصيلة الصادرات. لما كمان سعر الدولار البنك المركزي بيلاقيه قرب على 6 جنيه أو هيطلع على 6 جنيه يروح بيطلع الدولارات في السوق يزود العرض السعر يرجع تاني فبيفقد من الاحتياطي السيولة الدولارية اللي عنده اللي هي بيديها للشركات الصرافة وللبنوك فبتقلل سعر العملة التاني. دكتور حمدي عبد العظيم بشكر حضرتك على وجودك معنا النهارده، واعتقد ان احنا فهمنا كتير، واعتقد ان في كمان مشاهدين كتير فهموا يعني بعض النقاط اللي كانت غير مفهومه الحقيقه في بس الموضوع. انا يمكن لو في ثانيه بس اقول حاجه. اتفضل. موضوع البورصه لا نقلق منه لان دي عمليات بيع وشراء يعني مره طلع نزل طلع نزل النهارده كان امبارح في نزول قبل منه بيوم كان في طلوع قبل كده كان في نزول وهكذا وده طبيعي. دي عمليات بيع وشراء على الورق يعني في ناس بتكسب ناس بتخسر وبس. لما واحد بيشتري رخيص يبقى اقول لك انا عايز اجني الارباح ابيع بسرعه واخد، لكن ملوش علاقه بضعف الاقتصاد خالص. دكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي وعضو مجلس اداره الجمعيه الاقتصاديه السياسي اقتصاد السياسي، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم نورتنا. شكرا. ونلتقي بحضرتك تاني ان شاء الله. شكرا. مسي اشرف، بنشكر كل مشاهدينا على حسن المتابعه وبنتمنى لكم يوم جميل ان شاء الله ونشوفكم بكره وفريق عمل جديد. سلام عليكم.